هلا الى اخر فقرتنا هابي بيرث داي. بدنا نعيد مواليد اليوم 19 ايار. اختار اسم الله. بنبدا مع النائب زياد اسود نمر التيار. هابي بيرث داي ينعاد عليك عقبال المية يا رب يخلي لك عائلتك. عقبال المية سعادتك وان شاء الله هيك بتضلك ملعلع بصوتك ومواقفك المدوية. المخرج إلي أبي خليل اشتقنا لك. صرنا زمان ما التقينا. اخذ فرصة عيد ميلاد قبل العيد بشهر وبعد العيد هابي بيرثدي إلي. هابي بيرثدي إلي خلي لك عائلتك يا رب. سميرة الياس كمان وداريو عون ينعاد عليك. ليليان جيم هابي بيرثدي. أول صورة لسيلين حايك من خالتها ريتا وماري وخالة إلي وتيتا بريجيت. هابي بيرثدي عقبال المية. ايضا هابي بيرث داي لريم الدادا والمعايده من زوجك واولادك عقبال المية. عقبال المية مدام خليلك عائلتك يا رب. هلا رح نشوف صوره كمان لناجي الدنا. هابي بيرث داي من الماما والبابا ومن جدك ناجي وستك محاسن ومن عمتك مروه ومايا ومن عمك علي وعباس. كمان هابي بيرث داي من لك. ايضا هابي بيرثدي لريان الحاج صار عمرك سنه يا ريان والمعايده من جده غسان تيتا ريتا وعمته كريستال وعمه كارل. هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم يلي ما بنعرفهم وكمان انتم حابين تعيدون. كمان احنا بنضيف لكم المعايده وان كان عن بعد. كل التحيات لكم ان شاء الله السنه الجايه بتكون افضل. لهون بنوصل لختام الحلقه من اجندا اليوم. أنا وناتالي وكل فريق البرنامج بدنا نشكركم على أمل اللقاء يتجدد غدا صباحا بإذنه تعالى في تمام الساعة 7 بتوقيت بيروت.